نشر موقع المصدر أونلاين خبراً عن مقتل 3 يمنيين بنيران الجيش السعودي أثناء محاولتهم اجتياز الحدود. وأضاف الموقع أن القتلى يعملون في تهريب القاتل إلى داخل الأراضي السعودية، وأثناء وصولهم إلى منطقة تسمى الكبري تعرضوا لإطلاق النار من أسلحة رشاشة بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل 3 من المهربين في حين نجا آخرون. ووفقا للموقع فإن حوادث قتل مهربي القات تتكرر بشكل شبه شهري منذ سنوات.